يلا إن شاء الله النهاردة هنبتدي في بداية في شرح دروس العلوم الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله كده هناخد درس الأول في الوحدة الأولى وهو أنواع الروافع. أنواع الروافع والدرس التاني بيتكلم عن قانون الروافع. أول حاجة هناخدها في أنواع الروافع، ناخد فيه مقدمة بسيطة، وقبل ما نبدأ في الدرس لازم نبقى عارفين بعض الأهداف الرئيسية اللي احنا هنستفيدها أو المفروض الأهداف دي نحققها بعد دراستنا للدرس ده، زي إن احنا لازم نبقى عارفين المقصود بالرافعة وأهميتها، التعريف بتاع الرافعة إيه وإيه أهمية الرافعة، كمان المفروض إن احنا نبقى عارفين أمثلة بتوضح أنواع الروافع، والروافع دي احنا ممكن نستخدمها في ايه، وهنعمل تجربة علشان نستنتج قانون الروافع ونطبق أمثلة، لأن في بعض المسائل اللي احنا هنحلها إن شاء الله. بعد كده في مقدمة بسيطة إن احنا بنستخدم الآلات، آلات كتير احنا بنستخدمها عشان تساعدنا في العمل، تؤدي الآلات الكثير من الأعمال، يكفي أن تتجول في طرق المدينة لترى الآلات وهي ترفع الأثقال أو تجر عربات أو تحفر الأرض، كما يمكنك القيام بزيارة لمصنع لترى الماكينات وهي تدور لتعد المنتجات المختلفة. وتعد الروافع من أهم الآلات البسيطة التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية. الدرس الأول بيتكلم عن أنواع الروافع، والدرس التاني إن شاء الله هيتكلم عن قانون الروافع. النهاردة هندرس أنواع الروافع. ببساطة كده إن الإنسان زمان في قديم الزمان كان بيستخدم بعض من الآلات البسيطة كانت تساعده على القيام بالمهام الشاقة، ويعتقد البعض إن الروافع دي أول الآلات البسيطة التي اخترعها الإنسان في الماضي، وتم وصف الروافع لأول مرة سنة 260 قبل الميلاد بواسطة العالم اليوناني أرشميدس. طبعا قبل ما نبتدي نعرف التعريف بتاع الرافعة لازم الأول نشوف الصور بتاعة الرافعة إيه. فأنا عندي هنا الصورة دي زي ما انتم شايفين، دي اسمها عتلة، الأداة دي تعتبر اسمها إيه؟ عتلة. هنا هي اسمها إيه؟ جاوبوا معايا. كسرت بندق. تمام، وممكن وانتوا بتجاوبوا ترفعوا ايديكم علشان كل واحد هيبقى عليه الدور يقول سؤال، يقول يجاوب على سؤال. تمام، طيب هنا نرفع ايدينا قبل ما نجاوب. يلا يا بشو بشو. ايوه ايوه، دي ايه دي بقى دي؟ دي كس ده ماسك حلوة تمام، طيب هنا ده ايه؟ شاكوش برافو. هنا فتحت غطاء زجاجة. كويس، وهنا عربة الحديقة. يبقى احنا دلوقتي شفنا اشكال الروافع، طيب تعالوا بقى نشوف ايه المطلوب مني هنا. النشاط ده يمكن ان نتوصل الى ان الالات السابقة تشترك في انها تتكون من ساق متينة مستقيمة، ادي ساق متينة مستقيمة، ده ساق متينة مستقيمة، وأدي هنا برضو ساق متينة مستقيمة، وأدي ساق مستقيمة ومتينة، وهنا ساق مستقيمة ومتينة. وجود جسم يراد تحريكه ويتولد من هذا الجسم المقاوم. في طبعا واحنا بنستخدم الرافعة بنبقى عاوزين نحرك حاجة، فهنا مثلا حتة كبيرة من الصخر أو حجر كبير مطلوب مني إن أنا أحركه، وهنا في اللي هي البندق اللي المفروض انا احركها واكسرها، هنا الحلوى اللي انا همسكها تتحرك من مكان لمكان، هنا الشاكوش بيحرك المسمار، وهنا عربة الحديقة بتنقل الثمار او تنقل الاشياء من مكان الى اخر، وهنا فتحت الزجاجة تفتح ايه؟ غطاء الزجاجة. طيب وجود قوة يؤثر بها الشخص في تحريك الجسم، القوة دي اللي هي المكان اللي بيمسك به الايد بتاعة الانسان، ده يعتبر مكان القوة. طيب وجود نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق وتسمى بنقطة الارتكاز أو محور الارتكاز. طبعا وإحنا ماسكين الرافعة لازم يكون في نقطة ارتكاز، نقطة الارتكاز دي بتبقى نقطة ثابتة بتلف حواليها الرافعة، مثلا هنا دي نقطة الارتكاز شايفينها، طيب هنا أدي نقطة الارتكاز اهي، الحتتين اللي هي نقطة ثابتة ما بتتحركش اللي هي الحتة دي اللي أنا بشاور عليها طب في بالستوب لايت. الشاكوش
بالنسبة الشاكوش فين نقطة الارتكاز؟ ادي نقطة الارتكاز الشاكوش، ليه؟ لان هنا المقاومة وهنا القوة، يبقى هنا ايه؟ نقطة الارتكاز. طيب ماسك الحلوى فين نقطة الارتكاز؟ اهي اللي هي ورا الايد. طب فتحت غطاء الزجاجة، ادي هنا القوة، وادي هنا في النص المقاومة، وادي نقطة الارتكاز. طيب فين في عربة الحديقة؟ هنا أنا القوة، وهنا مقاومة، وهنا نقطة الارتكاز. تعالوا بقى نشوف هنا، تعرف الآلات البسيطة التي تتوفر فيها هذه الصفات باسم الرافع. يبقى أنا دلوقتي علشان أقول على الرافعة اسم الرافعة، لازم يتوفر عندي 3 أشياء، مين ومين ومين؟ القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز. طيب احنا هنعرف الرافعة ايه؟ هي عبارة عن ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة وتسمى بنقطة الارتكاز، وتؤثر عليها قوة ومقاومة. تمام؟ طيب مين شاطر يقول التعريف ده تاني؟ أنا اتفضل. ساق متينة تتحول حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز كما تؤثر عليها قوة ومقاومة. تمام، ممتاز. طيب نتوصل من خلال هذا النشاط إلى أن الروافع تجعل أداء المهام أكثر سهولة بقيامها بواحدة أو أكثر من الوظائف التالية. في طبعا هنا بيبقى في كل رافعة لها وظيفة معينة، وممكن الرافعة الواحدة بيبقى لها أكثر من وظيفة. المطلوب في النشاط هنا يبقى أنا عارف إيه؟ أول حاجة أهمية الروافع، إن هي بتعمل تكبير للقوة، تكبير للمسافة. وهنروح كاتبين مثال على الحاجة دي. فمثلا هناخد رقم 1 هنا، تكبير القوة. بتكبر القوة ازاي يعني؟ تتيح بعض الروافع لتوفير الجهد المبذول عن طريق استخدام قوة صغيرة عشان يحرك حمل كبير. زي مين؟ زي العتلة. طبعا العتلة زي ما احنا شايفين في الصورة في الأول خالص، هنا الراجل ماسك العصاية الكبيرة دي عشان العصاية، وبيدوس عليها دوسة بسيطة عشان تحرك الحجر الثقيل ده. يبقى معنى كده عبارة إن العتب دي فايدتها إن هي بتعمل إيه؟ تكبير القوة، تكبير القوة. يبقى أول أهمية من أهميات الرافعة هي تكبير القوة، والمثال اللي هي العتلة، العتلة. تمام؟ طيب تاني أهمية تكبير المسافة. بعض الروافع بذل قوة من خلال مسافة صغيرة لتتحرك ذراع المقاومة مسافة كبيرة. ففي المكنسة اليدوية بتحرك يدك مسافة صغيرة في أعلى يد المكنسة، بينما يتحرك الجزء السفلي مسافة أكبر. تاني تكبير المسافة، لما يكون في واحد بيلعب مثلا كرة الهوكي مثلا، اللي العصاية بتاعت الهوكي دي، أو واحد ماسك المكنسة وبيكنس مكنسة يدوية. طيب هو دلوقتي بيبقى المكنسة دي الإيد بتاعتها طويلة، هو عايز يستخدمها علشان يكنس بسرعة الأوضة دي أو المكان ده ويخلص بسرعة، فبيستخدم المكنسة اللي إيديها طويلة. طيب بتعمل إيه دي؟ يدوبك بس في حركة حتة بسيطة من فوق أو في النص، بص يلاقي المكنسة إيه؟ مشيت مسافة كبيرة في الأرض. يبقى معنى كده إن يعني إن فايدة الرافع هنا تكبير المسافة. والمثال المكنسة اليدوية. طيب نقل القوة من مكان لآخر، فبدلا من أن ينحني الشخص لجمع القمامة، فإنه يستخدم المكنسة اليدوية لنقل قوة يديه لأسفل. يبقى أنا كده عرفت إن المكنسة اليدوية لها فايدتين، الفايدة الأولى إنها بتعمل تكبير للمسافة، والفايدة التانية بتعمل إيه؟ نقل القوة من مكان لآخر. هنسأل بقى سؤال عشان نعرف الناس معانا ولا لأ. إيه فايدة الروافع؟ إحنا خدنا 3 حاجات أهو، عايزين نعرف فايدتها والمثال. طبعا احنا هنخبي الحتة دي عشان نبقى عارفين الناس فاهمة معانا ولا لا. يلا يا بيشو، تكبير السرعة، تكبير السرعة ولا تكبير قوة؟ لا تكبير القوة ايوه. وزيادة السرعة والدقة في أداء العمل. لا ما قلناش احنا الدقة في أداء، احنا قلنا 3 حاجات. أول حاجة تكبير القوة ومثال العتلة، وقلنا تكبير المسافة مثال المكنسة اليدوية، ونقل القوة من مكان إلى آخر وأيضا ومثال المكنسة اليدوية. تمام. طيب بعد كده هنروح بقى إيه نكمل زيادة السرعة.
بتزيد السرعة إزاي؟ تتيح بعض الروافع زيادة سرعة الأرسام التي تؤثر عليها كما في مضرب لعبة الهوكي. طبعا اللاعب بتاع الهوكي بيبقى عنده كورة صغيرة والمطلوب منه إنه يعمل هدف، يسجل هدف، أو إن هو يجري بالكورة عشان ياخد بوينت ويكسب قبل الفريق التاني ما ياخدها منه. فبيعمل إيه؟ لازم حاجة تساعده إن هو يبقى يخلي الكورة دي تمشي بسرعة، تجري بسرعة، فبيستخدم مضرب لعبة الهوكي. يبقى زيادة السرعة مضرب لعبة الهوكي ده المثال. طيب الدقة في أداء العمل، مثلا يستخدم الملقاط في التقاط الأجسام الصغيرة. الدقة في أداء العمل هو استخدام الملقاط في التقاط الأجسام الصغيرة. آخر حاجة بقى من الأهميات هنا في الكتاب اللي هو إيه؟ تجنب المخاطر. تجنب إيه؟ المخاطر. إزاي يعني؟ أنا دلوقتي بيبقى عندي ماسك حلوى، وعندنا ماسك الفحم، وعندي ماسك المواد الكيميائية في المعمل بتاع العلوم، وكمان عندنا برضو الملقاط ده يعتبر برضو يعني بيساعدنا احنا، بدل ما مثلا في جزاز، في بعض الناس في ايديها او دخلت شوكة او في رجلها دخلت شوكة، لازم ان هو يحوشها باستخدام ايه؟ ماسك. الملقاط ده يعتبر ماسك برضو. فانا عندي دلوقتي ماسك الماسك ده بتاع الفحم، او ماسك الثلج، او ماسك الحلوى، كل دول بتجنبنا المخاطر. انواع الروافع، انا عندي 3 انواع من انواع الروافع: روافع النوع الاول، وروافع النوع الثاني، وروافع النوع الثالث. طبعا قبل ما نبتدي نشوف المعلومات لازم الاول نشوف الصورة هنا زي ما احنا شايفين هنا في النص. سامع وسامع. نعم، في أي سؤال؟ لا لا. في الصورة دي احنا عايزين الأول قبل ما نعرف فائدة النوع الأول والأمثلة، الأول شيء لازم نشوف هنلاحظ ايه في الصورة هنا. الصورة دي فيها واحد ماسك المسطرة أو خشبة، وحاطط في النص قلم، وحاطط هنا صقل، وماسك إيده من الناحية التانية. طبعا انتوا يا ولاد شاطرين كده هتقولوا لي المكان اللي بيبقى فيه الإيد ده بيعبر عن القوة ولا المقاومة؟ القوة تمام، يبقى المكان اللي انا بتحط فيه الإيد يبقى ده القوة. طيب المكان التاني اللي بيكون فيه الصقل ده يعتبر مقاومة ولا نقطة ارتكاز؟ مقاومة. برافو. طيب الحتة اللي في النص، النقطة الثابتة اللي بيلف حواليها الرافعة، تعتبر اسمها ايه؟ فين يا مس؟ معلش اسألي السؤال تاني. النقطة الثابتة اللي بيتحرك حولها الثقل المتينة. نقطة الارتكاز. كويس، اللي هي هنا شايفينها تعتبر ايه؟ القلم، القلم الرصاص المحطوط ده. تمام، برافو عليكم، ممتازين. طيب نتوصل مما سبق ان روافع النوع الاول بتكون نقطة الارتكاز بتكون بين مين ومين؟ بين القوة والمقاومة. بين القوة ومين؟ والمقاومة. طيب انواع الروافع دي اكتر الانواع شيوعا وانتشارا في حياتنا، فده ممكن يجي سؤال يقول لك ايه؟ ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تعد الروافع النوع الأول من أشهر أنواع الروافع، صح ولا غلط؟ صح. تمام، ممكن بقى يقول لك اختيار من متعدد. تعد روافع النوع نقط من أكثر الأنواع شيوعا، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، النوع الرابع. النوع الأول، يعد النوع الأول هو أكثر أنواع الروافع شيوعا في حياتنا اليومية. طيب الأمثلة بقى إيه؟ أنا عندي هنا المثال اللي إحنا لسه واخدينه من شوية، اللي هو الأرجوحة. المرجيحة دي بتكون في النص، بيكون في النص هنا نقطة الارتكاز، والبنت هنا تعتبر قوة عشان هي حاطة إيديها، والكات أو القط الصغنطوطة دي تعتبر إيه؟ مقاومة. طب إيه الرموز؟ نقطة الارتكاز الرمز بتاعها نون، القوة الرمز بتاعها قاف، والمقاومة الرمز بتاعها ميم. طيب هنا العتلة رافعة من النوع الأول أيضا. طيب فين القوة؟ المكان اللي بيحط فيه ايده الراجل ده، يبقى ده قوة. طب فين نقطة الارتكاز اللي هي دي اللي في النص؟ طب فين النقطة الثابتة اللي بيتحرك حولها
الحجر يمثل المقاومة، الحجر اللي هو بيتحرك اللي احنا عاوزين نحركه ده المقاومة، في نقطة ارتكاز اللي هو في النص. تمام. بالنسبة للمقص هنا في النص، هنا نقطة ارتكاز، والمكان اللي بحط فيه ايدي هو القوة، والمكان التاني اللي احنا بنقص بيه الحتة دي او الطرف ده يعتبر المقاومة. يبقى انا عندي 3 امثلة لروافع النوع الاول. ايه وايه وايه؟ يلا يا شاطرين، بس انا عايزه اسمع اسماء. عاشور وجنه ما بيرفعوش ايديهم. اي اسماء؟ قوة استنى يا بيشو، اسماء وجنه، عايزين نسمع حد فيكم كده. طيب يلا يا بيشو، قوة ومقاومة ونقطة ارتكاز. احنا عايزين الامثله. الامثله مين ومين ومين؟ الأمثلة الأرجوحة أو المقص أو العتلة. برافو عليك. انا رافع النوع التاني نفس الحكاية، قبل ما احنا نعرف الشكل والامثلة لازم نشوف الاول، نشوف الصورة دي هنا بيشرح لنا بيقول ايه. الصورة دي بتعبر عن احد الروافع التي صممها مجموعة من التلاميذ. لاحظ الصورة ثم حدد موضع كل منها. هو هنا البنت دي عاملة ايه؟ حاطة ايديها هنا، ادي القوة، وحاطة الثقل في النص، يبقى قوة ومقاومة في النص في نقطة الارتكاز اهي. ماشي يا عمر، اوكي يعني ماشي يا جنة. انت ممكن تجاوبي صوت بدل ما انت تجاوبي في البتاع ده في الشات بوكس، مفيش مشاكل. خلاص يا ولاد انا كده عرفتكم. تمام، يبقى كده عمرو اللي هو دخل باسم اسماء عاشور، وجنة بتجاوب كتابة. ماشي جنة، خلاص تمام. المهم يا ولاد هنا ركزوا شويه في الموضوع ده. انا عندي رافع النوع الثاني، اعرفها ازاي ان هي رافع النوع الثاني؟ من خلال ان انا الاول بشوف فين المقاومه، فين القوه وفين المقاومه وفين نقطه الارتكاز. لو انا لقيت نقطه الارتكاز هنا والمقاومه هي اللي في النص، يبقى دي رافع النوع الثاني. يبقى ايه السبب اللي يخليني اقول ان دي رافع النوع الثاني؟ علشان مين اللي في النص هنا؟ المقاومة. المقاومة هي اللي في النص. طيب القوة في طرف، نقطة الارتكاز في طرف تاني، لكن اللي في النص عندي مين؟ الثقل. طالما الثقل ده في النص يبقى هي دي المقاومة. يبقى دي رافعة من النوع الكام؟ رافعة من النوع التاني. رافعة من النوع ايه؟ التاني. برافو عليك يا جنة، ممتازة. طيب تعالي بقى هنا نشوف، تعالوا كده مع بعضينا نشوف مع بعض كده الأمثلة بتاعة رافع النوع التاني، ونشوف الرسمة والمثال نفسه عامل ازاي. بصوا هنا مع بعضنا، روافع النوع الثاني تكون فيها المقاومه بين مين ومين؟ بين القوه ونقطه الارتكاز. طب الامثله، عندي عربه الحديقه، وعندي فتاحه غطاء زجاجات المياه الغازيه، وعندي كساره البندق. طيب يا مس، انا عايز اعرف بالضبط فين موضع نقطه الارتكاز والمقاومه. يلا كده نكبر الصوره شويه. احنا قلنا المكان اللي بيكون فيه اليد يعتبر قوة، ادي هنا ايه؟ القوة يا مس. طيب المكان اللي فيه نقطة الارتكاز فين؟ اهي نقطة الارتكاز، نقطة ثابتة. طب فين المقاومة؟ في النص، هي الحتة دي اللي في النص دي. تمام. طيب هنا بقى فين بالنسبة لفتحة زجاجة المياه الغازية؟ نقطة الارتكاز هنا، وادي في النص هنا المقاومة عشان نفتح الزجاجة دي، وعندنا المكان اللي فيه الايدين عباره عن القوه، يبقى دي رافعه من النوع التاني. هنا قسطره البندق، اليد قوه، والحته دي نقطه ارتكاز، واللي في النص المقاومه. رافع النوع التالت بقى نفس الحكايه، الرسمه دي هنشوف فين نقطه الارتكاز. فين يا ترى نقطه الارتكاز؟ هنا البنت حاطه ايديها في النص ولا حطها على الطرف؟ شوف كده يا عمرو. جنة على الطرف. لا يا جنة استني، بص، هي حاطة ايديها في النص، في النص، وعلى الطرف هي مبعدة شوية، حاطة صباعها هنا، بس القوة كلها قوة الايد كاملة في النص. طب لما طب الثقل فين؟ في الطرف ده. طب فين نقطة الارتكاز؟ اهي
تمام، برافو عليك يا جنى. تمام، احنا بقى هنا عايزين نعرف ان نفرق او نحفظ ازاي الفرق بين النوع الثالث والنوع الثاني. احنا قلنا النوع الثاني بيكون الثقل موجود في النص، والثقل ده عبارة عن المقاوم، لكن في رافع النوع الثالث بيكون القوة هي اللي في النص. طالما القوة في النص يبقى دي رافع النوع الثالث. برافو عليك. هنا عامل رسمة، الرسمة دي اللي هو النموذج الخاص بنوع الرافع. طيب القوة في النص وهنا المقاومة، وأدي نقطة الارتكاز. تعال نشوف بقى هنا كاتب إيه. روافع النوع الثالث تكون فيها القوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة. الأمثلة 3 أمثلة: صنارة السمك والمكنسة اليدوية وماسك الحبل. صنارة السمك والمكنسة اليدوية وماسك الحبل. تمام. فين بقى يا مس القوة؟ مش انت قلت لنا ان القوة دي في النص؟ طب ادي صنارة السمك، فين يا مس المكان اللي بتحط فيه القوة؟ طيب اولا القوة في النص، يعني الولد حاطط ايده او الراجل الصياد ده حاطط ايديه في نص الصنارة، يبقى هنا القوة. طب فين يا مس نقطة الارتكاز؟ هي دي يا مس. ايوه برافو عليك، نقطة الارتكاز المكان التاني اللي الطرف اللي من تحت خالص اللي هو ماسك بيه، هو حاطط ايديه في حتة، حاطط ايديه في اول الصنارة وحاطط ايديه في نص الصنارة. نص الصنارة هو القوة اللي بيشد بيها السمكية وهي طالعة من البحر. استنى كده انا اعملها لكم دروينج، هنلونها احنا دلوقتي واعرفكم بالظبط ايه. استنى اهي، بصوا حلوين، الحتة اللي في النص دي اسمها ايه؟ قوة، هي دي اللي بيشد بيها السمكية بالصنارة عشان يطلع السمكية من هنا. وهنا في عندنا ايه؟ مقاومة، عشان كده الرمز بتاع حميم. طب نقطة الارتكاز هنا، والرمز بتاع نقطة الارتكاز ايه؟ نون، نقطة ثابتة. تمام، احنا كده عرفنا ايه؟ مسحنا الكلام اللي احنا عملناه ده بالاستيكة دي عشان الصفحة بتاعتنا تبقى حلوة. ماشي، يبقى احنا عندنا هنا صنارة السمك، وعندنا هنا المكنسة اليدوية، وعندي ماسك الحلوى. التلاتة دول أمثلة رافع النوع الكام؟ رافع النوع التالت. رافع النوع ايه؟ التالت. التالت، تمام. بعد كده هنلاقي ان رافع النوع الاول هنا بيقول ايه؟ كيف تتعرف على نوع الرافع؟ اول حاجة هنشوف، تتخيل الرافعة الطريقة التي تعمل بها الرافعة، وبعدين هنحدد موضوع القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز أثناء الاستخدام. من خلال ذلك نعرف احنا ايه نوع الرافع. فمثال مثلا نقطة الارتكاز لو كانت في النص يبقى دي نوع أول. طب لو كانت المقاومة هي اللي في النص يبقى النوع ايه؟ التاني. طب لو كانت القوة هي اللي في النص النوع نقطة التالت. برافو عليك، ممتازين. بس كده احنا كده خلصنا الدرس الأول، وإن شاء الله نشوفكم على خير المرة الجاية واحنا بنحل الأسئلة إن شاء الله، ويبقى في يعني في كده جوائز للناس الممتازة اللي هي بتحل معانا. بشكركم جدا على الحضور، وإن شاء الله أتمنى لكم النجاح والتوفيق. تمام، خليكم معايا برضو، احنا لسه برضو لسه في حاجة كده بسيطة عايزة أوريها لكم. بصوا هنا، طب يا مس، ينفع نحل تدريب دلوقتي؟ طبعا احنا شرحنا من كتاب المدرسة دلوقتي الجزء الخاص الدرس الأول. هنا المذكرة اللي أنا عاملاها، بصوا بقى هنا يعني الدرس بسيط خالص وسهل. هنحط بقى، أشوف الصور وأنت تقول لي صح ولا غلط، بس يعني إيه اللي بيجاوب يقول أنا فلان الفلاني والإجابة كذا. تمام، هل الآلات اللي قدامكم دي متشابهة في الشكل؟ نعم ولا لا؟ هل هذه الصور متشابهة؟ يلا بيشوف. لا مش متشابه. تمام، هل تتكون من ساق متينة؟ عشان هي روافع. برافو عليك يا جنة. تمام، كل واحد عليه الدور. ماشي، ويلا يا عمرو، انت عمرو ما لغاية دلوقتي احنا ما شفناهوش بيجاوب. هل تستخدم هذه الأشياء للتحريك؟ هل تستخدم هذه الآلات لتحريك الأشياء؟
أجاوب؟ ايوه اتفضلي. اه صح. نعم، هل توجد نقطة ارتكاز على كل آلة؟ نعم. هل يؤثر الشخص بقوة عليها؟ برافو، ممتازة يا ايه جنى. صح. تمام، تعالوا بقى نخش على الصفحة اللي بعديها. ما هي الرافعة اللي احنا قلناها النهاردة؟ بتدور تعرف؟ يا مستر ولا لا خلاص اتفضل، بس اتفضل يا بشو. هي ساق متينة؟ ده صوت مين ده؟ حول نقطة ثابتة. ثانية، ده عبد نعم، الرحمن ولا عمرو. مين؟ عمرو. يلا يا عمرو، عمرو ماشي اتفضل يا عمرو. اتفضل. أقول اتفضل عادي. هي ساق متينة تتركز عليها نقطة ثابتة وتؤثر عليها مين قوة ومين؟ مقاومة. برافو عليك، ممتاز. ايه أهمية الرافعة يا ولاد؟ أهمية الرافعة تساعدنا في الأعمال اليومية مثل رافع النور الأول، بصوا، نقل اللي القوة من هيجاوب، مكان ثانية لآخر. ثانية ثانية، اللي هيجاوب هيقول الفايدة وكمان المثال. أول حاجة يمس ينفع كل واحد بالدور يرفع إيديه عشان أيوة، نعرف ماشي كلنا نجاوب؟ ماشي، يلا يا بوشو يلا. إيه السؤال؟ ما أهمية الروافق؟ أهمية الروافع تساعدنا في أعمال حياتنا مثل روافع النوع الأول، العتلة والمقص والأرجوحة. مش هي دي الإجابة اللي أنا، مش هي دي اللي أنا عايزاها. أنا عايزاك أنا تسأل. عرفت. يلا يا عبد الرحمن. تكبير القوة مثل المكنسة اليدوية. برافو عليك. ها، إيه كمان؟ والمكنسة اليدوية كان لها فايدة تاني برضو. تكبير المسافة زيادة مثل السرعة، مدى الهقل. زيادة السرعة. يا حلوين، محدش جاوب من غير استئذان، احنا قلنا نرفع ايدينا. خلاص ماشي يا عبد الرحمن، تمام. حد تاني؟ يلا يا نشوف جنة. استنى كده، ايه جنة فايدة الرافعة ايه كمان؟ اكتب. احنا قلنا عبد الرحمن قال تكبير المسافة زي المكنسة اليدوية، وكمان ايه تاني؟ زيادة المسافة، وايه تاني؟ وزيادة السرعة، ايه تاني؟ تكبير القوة زي ايه طيب؟ قولي، شطور، برافو عليكي. زي ايه؟ مثال. هي الحاجة اللي احنا بنستخدمها لتحريك الثقل أو الحجر الكبير. عطلة. برافو عليك. مين اللي قال عتلة؟ أنا بشوي برافو يا بشو. طيب ايه كمان يا ولاد؟ الدقة في العمل زي مين؟ الملقاط. برافو عليك، ممتازين. يبقى هنا الرافعة عبارة عن ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز، وتؤثر عليها قوة ومقاومة. والأهمية تكبير القوة، تكبير المسافة، زيادة السرعة، تقليل القوة، الدقة في العمل، وتجنب المخاطر. طيب تعالوا بقى نشوف سؤال تاني. الساق المتينة لها نقطة ارتكاز وثابتة وتؤثر عليها قوة ومقاومة، ده عبارة عن إيه؟ قوة إيه؟ قوة ومقاومة. مين اللي بتستخدم؟ اديني مثال للدقة في العمل، الملقاط، واديني مثال لتكبير القوة. المكنسة اليدوية، لا لا لا، قال العتلة، العتلة. برافو عليك. العتل. طيب لو انت معاك مجموعة من الأوراق ومقص وثلج وماسك، ايه الأداة المناسبة اللي عشان تستخدمها للأوراق؟ ماسك الفحم والثلج، ماسك الثلج والفحم. برافو عليك، تمام. الجزء هنا، ما ايه المقصود بالرفع؟ انت جاوبت عليه تاني. هي تعالى بقى ساق ايه. متينة. بصوا بقى، المطلوب منكم في واجب انا عايزاكم تحلوه. الواجب ده تمام. لا، بعد ما تحلوه هتصوروه بالموبايل وتبعتوه لي واتساب. ايه بقى عبارة عن ايه الواجب ده؟ وتبعتوه لي في الجروب، مش تبعتوه لي على الخاص، تبعتوه على الجروب. بصوا انا عايزة منكم تحلوا لي ده، انا هعمل سكرين شوت وهبعت لكم الواجب ده على الجروب بتاع الواتساب. اتفقنا؟ هو مش امتحان. إلكتروني ولا إيه؟ لا مش امتحان الكتروني ولا حاجة، هو عبارة عن انت هتجيب ورقة وقلم، ماشي، وهتحل. اكتب بس التعريف بتاع الرافعة كتابة على الغايب، عشان تدرب ايدك، تدرب ايدك ومسكة القلم انت تجاوب زي ما انت شاطر معاه. شاف، المفروض تبقى شاطر تحريك. وهتكتب لي اهمية الروافع، وايه هي، وزي يعني ايه الرافعة اللي بتزود السرعة. وبعد كده هتكتب لي الرافعة من النوع الاول شكلها عامل ازاي وترسمها، الرافعة من النوع التاني شكلها عامل ازاي، الرافعة من النوع التالت شكلها عامل ازاي. وبعد كده لو انت عندك وقت، ماشي، تبحث في الانترنت ايه بقى امثله الروافع زي ايه وانواعها ايه وفوائدها، ايه جهود العلماء في اكتشاف الروافع. بس كده.
طبعا اللي هو شاطر معايا لمكافأة حلوة. خلاص بشكركم جدا على الحضور، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم المرة الجاية على خير. شكرا خالص طب ليكم. ومس نعم معلش، هو انا ينفع اعمل واجب بس النت وابحث مش عارف هلحق ولا لا، ممكن عادي، ما الحقش عشان ورايا دراسات وحاجات. ما فيش مشكلة. الوقت الفاضي هي كلها نص ساعة ولا حتى ربع ساعة ولا 10 دقايق، ابحث وبعد كده ابعت لي. تمام ممكن ده اعمله بكرة، يعني ممكن خلاص ابحث بكرة. ماشي، مفيش أي مشكلة إن شاء الله. أنا إن شاء الله بكرة بإذن الله في نفس الميعاد هستناكم. خلاص يا ولاد، طيب بس إن شاء الله أشوفكم على خير، وبشكركم جدا على الحضور. شكرا خالص، شكرا يا مس، العفو، السلام عليكم. وعليكم السلام.